وللتعليق على موضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من غزة الصحفي الفلسطيني أيمن دلول. أهلا ومرحبا بك أستاذ أيمن. بداية وأنت في قلب الحدث، لو تصف لنا واقع الفعالية اليوم والحشود وآخر التطورات فيها. بكل تأكيد يعني غزة مصرة على انتزاع حقوقها، هكذا يؤكد استمرار الفعاليات الجماهيرية التي لا تزال تنظم على الحدود مع الكيان الصهيوني. المتظاهرون رغم أن الأجواء شهر رمضان المبارك وأجواء حارة للغاية في هذا اليوم، إلا أنهم بدأوا بالاحتشاد بعد صلاة الجمعة في النقاط الخمسة المخصصة للتظاهر هنا في قطاع غزة، لكن الفعاليات الرسمية لهذه التظاهرات وكذلك التواجد الفعلي من المفترض أن يكون بعد صلاة العصر مباشرة. بعد تقريبا ساعة من الآن تنطلق الحافلات وتنقل المتظاهرين إلى تلك الخيام، حيث أعلن في وقت سابق بأنهم سيتناولون طعام الإفطار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وسيؤدون صلاة التراويح على بعد عشرات الأمطار من الأسلاك الصهيونية التي توجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. الواضح بأن كذلك نتابع الأمر، هناك تواجد وانتشار لجنود الاحتلال خلف السواتر الترابية وبأعداد كبيرة، بالإضافة إلى آليات كبيرة تنتشر في تلك المناطق، تحليق للطائرات الاستطلاعية المعروفة بالزنانة وهي طائرات حربية تقوم بالرصد والاستهداف في ذات الوقت. لكن بالمحصلة المواطن الفلسطيني يصر على انتزاع حقوقه سواء بالعودة أو كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. طيب، السلطة الفلسطينية كانت قد أعلنت انتهاء فعاليات مسيرة العودة، كيف قابل الفلسطينيون هذه الدعوة؟ يعني بالمناسبة الواضح بأن السلطة الفلسطينية منزعجة كثيرا من هذه المسيرات، والواضح بأنها لا تسمح لخروج هذه المسيرات في الضفة الغربية المحتلة. لكن في قطاع غزة كانت ترددت شائعات حول يعني إلغاء هذه المسيرات، وهي الشائعات التي تم نفيها في وقت لاحق بالتواجد الجماهيري وكذلك من خلال اللجنة الوطنية المنظمة لهذه المسيرات التي أعلنت عن سلسلة فعاليات بعد يوم الاثنين الذي تم ترديد هذه الشائعات خلاله. المواطن الفلسطيني باختصار الآن الموضوع لا يتعلق بفصائل ولا يتعلق بسلطة فلسطينية أو غيرها، المواطن الفلسطيني تجاوز كل هذه الأطر ويصر على انتزاع حقوقه من الاحتلال. المواطن الفلسطيني باختصار يخرج إلى هذه الحدود لأنه يقول بأن الموت والحياة تساوت عنده ولا رجوع إلى الخلف. الموت والحياة باتت متساوية هنا في غزة نتيجة الحصار واشتداده على المواطن، استشراء البطالة، انعدام الوظائف، كل هذه الأمور. لأجل ذلك هذه المسيرات والتظاهرات نؤكد بأنها تجاوزت كل هذه الأطر، والواضح بأنه لن يوقفها أو على الأقل يخفف منها إلا تقديم أطروحات تخرج قطاع غزة مما يعيشه من أزمات الحصار المتراكبة منذ 11 عاما. بمعنى الآن المواطن الفلسطيني أصلا يرفض أي حوارات على التخفيف عن غزة. المواطن الفلسطيني يتحدث بأنه من أراد أن يقدم لغزة فليقدم بدون مفاوضات، الأمر ليس بحاجة إلى تفاوض، هناك حقوق إنسانية، هناك قرارات دولية كلها اتخذت في أوقات سابقة من الأمم المتحدة. طيب، هل لديك إحصائيات عن عدد الإصابات التي حصلت بين صفوف المتظاهرين؟ في هذا اليوم يعني تواصلنا مع الأطقم الطبية الفلسطينية ووزارة الصحة الفلسطينية التي بالمناسبة أعلنت الاستنفار في طواقمها أيضا في هذا اليوم، لكن حتى اللحظة لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين. نتمنى ألا يقع هناك إصابات، لكن ربما في ساعات المساء قوات الاحتلال في العادة يعني تزيد وتيرة استهدافها للمتظاهرين سواء بالرصاص الحي أو القنابل الغاز المسيل للدموع، حينما يعني يبدأ الظلام يحط في تلك الأوقات تزداد وتيرة استهداف قوات الاحتلال ما بعد. نعم، كان معنا من غزة الصحفي الفلسطيني أيمن دلول، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.